السلام عليكم، أنا ياسين طالب كلية الطب مرحلة 4 في جامعة الأي أم سي. فيديو اليوم عنوانه أدرس معي في كلية الطب باستخدام الآيباد برو. الآيباد اللي أستخدمه هو الآيباد برو 10.5 مع ذاكرة 256 جيجا بايت كما ذكرت في الفيديو السابق الذي بالإمكان مشاهدته في الديسكريبشن بوكس. لكتابة ملاحظاتي أستخدم الأبل بنسل. في المحاضرة الواحدة يوجد الكثير من المعلومات التي يتوجب تغطيتها وفهمها ومن ثم حفظها، وأحيانا لا تستطيع كتابة كل ما يذكر لسرعة السرد. لذلك أنصحكم باستخدام النوت أبلوتي أبليكيشن اللي يسجل صوت الدكتور أثناء المحاضرة ويقرنها بالكتابة التي تكتبها، بحيث أنك حينما تدرس مرة أخرى تستطيع رابط بين المعلومات المكتوبة وصوت الدكتور، وبالتالي تستطيع كتابة ما لم تستطع كتابته أثناء المحاضرة. بعد هذه الخطوة المهمة جدا، لأنك عندما تكتب جميع ملاحظات الدكتور المهمة تقريبا سيطرت على مادة الامتحان، وكل ما تبقى هو فهمك للمادة بشكل أوسع وحفظك لها، وبهذا تبدأ الخطوة الثانية في الدراسة ألا وهي بدء كتابة الملخص لهذه المحاضرة بورقة واحدة. وكما ذكرت في الفيديو السابق يجب أن يجمع بين الكلام والصور كي يكون أكثر فهما وأسرع حفظا. الخطوة الثالثة هي التفتيش عن بعض المواضيع المهمة في المحاضرة والتي تحتاج إلى حفظا مطولا، لذلك أنا أفضل أن أرسمها بشكل مخطط وأطبع المخطط كي تكون أكثر حفظا وأكثر مراجعة. أتمنى أن تكون الدراسة لكم في كلية الطب ممتعة، لأنها إن لم تكن كذلك فالحقيقة هي أن طريقتك غير صحيحة. وإذا أحببتم هذا النوع من الفيديوهات أرجو المشاركة ليستفاد الجميع، وشكرا لكم ومع السلامة.